really blessed by having the leadership of the country with us here today. His Excellency, the Vice President, Honorable Ministers at the national level, and also Honorable Ministers at the state and administrative areas level. So thank you so much for your coming, for being with us here. We're really blessed and honored for your coming to this festival. So I would like to call the State Minister, Ministry of Culture, Youth and Sports, Central Equatorial State, Honorable Rita Dominic Jada, to invite His Excellency, the Vice President. في البداية أنا دايرة أشكر كل الحضور. بجيت أنا مبسوط إنه في اليوم الختامي الحضور كان مشرف بالنسبة لكويس بتاع أستاذ ديري. قال لي إنه ما نقدم سبيتش لكن نحاول نرحب بنائب رئيس عشان هو داري يمشي. كلامي بعد من نيجي نقول نسوارة. من هذا المنبر أنا برحب بنائب رئيس الجمهورية عشان يجي يقدم كلمة بتاعه. أنا بسلم للسعادة الوزراء موجودين كلهم، وزير الثقافة سنترال إيكواتوريا، وزير الاستثمار الدكتور ديو متوك، وزير الثروة القومية في السياحة. السياحة طبعا انتوا عارفين انها احسن من البترول لان هي ما بتنتهي، حقيقة ما بتنتهي. وانا برهن برضو للبروفيسور نسيبي دكتور بيتر ادواق، انا ما قابلته معه لزمن كثير منها قاعدين في جبهة، لكن لقيته قبيل بالصدفة. انا كنت ماشي لكلاس عشان نحضر الهيسل بتاعي وشافوني بعيد، قال لي انت ما تسرق نفسك هناك، تعال بهنا. ف then they brought me to the للمحل بتاعت الخيمه فيها حاجات كثيره جدا. انا حقيقه كنا في الكلاس ده لان انا جديد في الجامعه. We were here then we got this place. I didn't know the reason, what was the reason. وانا في مكتبي تسلمت الدعوه من الشباب وخاصة أخونا ماتيام، أنا ما أعرفه وينه يعني، هو حقيقة ما قصر لأنه بيعرف علاقتي مع الراحل ديريك ألفريد. لما الراحل توفى فجأة اتصدمت وما سمح الظروف أنا أحضر الصلوات، وحتى الصلوات النهائية ما حضرته. لما كنت في المحل أنا ما عرفت أنه الحفل الكبير ده، أنا أعتقد ده حفل بتاع كتاب لانشينج أوف كتب وهذا ده كله، أنا ما كنت عارف. في الكلاس حقيقي نحن 70 وكم 60 ل 70، عندنا حاجة بتاعت 6 محاضر. ما في زول بالصدفة وراني أنا المحل الحفلة الكبيرة الموجودة ده حفلة بتاعت الراحل ديريك ألفريد. سو الليلة ده أنا جيت بالصدفة، وده صوت ممتاز جدا. ربنا كتب انه الحفله بتاع اخوي ده، وانا ما دام انا بسلم عليك انا ما بعرفك، ما حصل قابلنا، سلم عليك يمكن تكون سميت اسمي من راحل. الزعيم الجنبك ده ترى بنشوفه في التلفزيون وراجل يعني قامه كبيره، وانا برحب بك في جوبا، في جامعة جوبا. أنا أول مرة التقيت بديرك كان في حفلة كبير بتاعت كالتشرال داي بتاعت دينكا في الخرطوم، وأفتكر كان في نادي بوري، وأذكر أنه رئيس الثقافة بتاعت دينكا كان الأستاذ سايمون ماجوك. سايمون ماجوك مجاك اللي هو الوزير الطرق الحالي، أنا درسته في ثانوية، كنت أستاذ بتاعه ليه هذا بيسميني أستاذ، وفي الجامعة هذا بقى محاضر بتاعي هو. سو أنا أدوني دعوة
مشيت للاحتفال حقيقة أنا ما كنت أدير المحاضرة وتقدر ينتهي المحاضرة وقدموا عن ثقافة الدينكا وكافة الدينكا والنايلوتيك وكافة الثقافة الغنائية. لأول مرة أعرف أنه ليه الدينكا ديل والشلوك والنوير والشولي جاءت طوروا شوية كده دخلوا فيها حاجات كتير، لكن الدينكا والنوير والشلوك أكبر عالم موسيقي عندنا هو الطنبور الطوم. طبعا الجلاب بيقول له طنبور هناك يو كان سي ده بتاعنا ومن لقوه عندنا مسمينه طنبور. نحن كل الدينكا والنوير والشلوك مسمينه طوم. طوم ديري قال انه الناس ديل ناس البقر ديل لانه ما عندهم زمن عشان يقعدوا تحت ويوزع الريزم الموسيقيه لحاجات لاليات كثيره جدا. كل الريزم هبهم الجيتار والبيس. انا قبل لما كان مكان عايز اشوف الجيتار ده كان وينو الصوت الكبير ده اسمه شنو ولا ايوه يا يعرف فيهم الديرك قال لنا انه الدينكا هو اللي من يغني ماشي ورا بقر حقه الصوت حقه ده فوق جيتار الصوت حقه ده فوق عود. كل الاصوات بتاع الموسيقى ده موجود في الصوت حقه. ليه؟ لانه ما عنده زمن هو ماشي ورا بقر والبقر دير سرعه والبقر المرفعين دير ياكل بقر لازم يشوف البقر وما عنده زمن عشان يقعد تهدي عشان يفصل الموسيقى دي لآليات مختلفه جدا. والله يا ريت انا اتمنيت لو كان مشيت فصل وتهدي عشان يعلمني الثقافه بتاع الكالتشر الغنائي شنو. من الزمن ذاك حتى في الغابه انا كنت بسال دير وين بيقربني مع علاقات كثيره جدا. جيل التقي الباب بعد ما انا بقيت نائب رئيس وانا زاد معلومات شغل صغير ده كان عندنا محاولات عشان نحن نجيب ديرك من واو مريزك نجيبه لنادي العرب عشان هو يجي يكون اندر سكرتري في الوزاره بتاعت الاعلام والثقافه. والاستاذ الدكتور ناديه ما قصرت اشتغلت معنا كثير جدا عشان ديرك يجي. فأنا ما أدير أطيل عليكم لكن أنا بفتكر أي زول جل الحفلة ده هو زول محظوظ وديرك ده ما مستوى بتاع غرب بحر غزال ولا مستوى جنوب السودان. ديرك ده غامته هو سوداني زول كبير جدا. ربنا شاء الله طبعا في عمر بتاعة الشباب ما كان بموت في العمر ده كويس لكن كل زول عنده زمن بتاعه والموت حق عند المسيحيين وعند الناس المؤمنين لأن لو الناس ما بموتوا ما بكون في جديد. في نظرية اسمه نفي بالعربي اسمه نفي negation of negation. If the old does not go الصغير ما بيجي سو من عقلكم يا شباب عشان نحن برضو نمشي so that you come كويس. واسن مثلا النفي النيجيشن اوف نيجيشن هو الظفر بتاعك. الظفر ده والاشار حقك الظفر ده بتمشي بتطلع انت بتطلعه حتى لو ما قطعته زاد بيقطع نفسه براو عشان شنو عشان الظفر الجديد يجي. ديرك فات زوجته موجود ياله موجودين الجديد برضو هيجي هيكون في جنوب اخر مثل ديرك اللي هيجي يشيل البلد ده برضو اللي قدام. فانا مدام I'm very happy I met you today. إن شاء الله برضو هنلتقي. أنا واحد من أخوان بتاع ديرك لأنه ديرك قام وديرك برضو جنوبي ما زول واحد عشان كده نقول قبل هو سوداني بمعنى سودانيين يعني لأن إحنا كلنا سودانيين. الراجل ده القرني قال لي أنت جاي من الخرطوم أنت من يعني حتى في الخرطوم من الديم ديام بعربيا مبروك. هو موجود في جنوب السودان الان هو سوداني ما بزول بيقول له انت خرطومي ولا بيقول من وين هو من وسط اهله سوداني لو ما قالوا قبل انت انا اقول انت من هو
ممكن اقول هو من غرب الاستوائيه من الزاندي ولا من الديرك ذاته كويس. حتى ان احنا برضه نورنا اشكال برضه زي الشكل بتاعه ده برضه موجود. سو مرحبا بك في وسط اهلك. انا كلام قبل اخير قبل طبعا الناس كلموا نهر عارف ما في زول فينا ما بيشكي. الرئيس الجمهوريه زاري بيشكي، انا زاري بيشكي، بيشكي من المشاكل طبعا. يو نو زول في القدام دائما اللود الوزن كله اللود والحاجات ده كله والمشاكل ده في عنده. دونت ثينك ما عنده مشاكل، لانه زار مرات هو عنده دير هيل مشكله الجامعه جوبا ما قادر له، دير هيل مشكله ده عدم طرق في جنوب السودان يمكن ما قادر الطريق هو دير يعمله به. كلام تدعمني مشاكل كثير، الاقتصاد مشاكل كثير. لكن انا اقول لكم في نظريه جون جرن كان بيقول لنا عندنا حاجه اسمه تربيه الرمله، لما دي تبقى تهاجم منطقه عسكريه في حاجه اسمه سان موديل بيعملوه. انت سان موديل ده بترسم لو دير تهاجم جوبا ترسم الجوبا ده كله في سان موديل في خريطه زي التربيه ده، المواقع العسكريه هكذا، الهيت الفلانه كده، الهيت الفلانه كده. سو بتناقش الخطه بتاعكم بتاع هجوم تهاجموا كيف. جون جرن لما ينتهي من تربيه الرمله بتاعه ده وانتم ماشيين لهجوم هو بيقول لك شوف بكره لما تهاجم تشاكل مع العدو زميلك هيقع في شمالك وفي يمينك وراك، انت ما تفكر في الانسحاب، ما تستسلم، ما تفكر في الانسحاب، لان وقت you want to withdraw ده the time you want to withdraw the enemy is also facing the same thing. Enemy also want to withdraw. الزمن انت عايز تنسحب ده ده تستسلم من الكلام ده بقى صعب، فلان مات وشنو كده I want to give up. العدو ذاته في نفس الظروف، الزول اللي بيصمد هو البنجا. عشان كده في الغابة يوم ده بروفيسور ده في تردوك فقد رجله، رجله ما قطعوه في شكل في جكو شكل نار جدا. لكن أنا ما استسلم، ما قلنا بروفيسور قطعوه كراهو خلاص ناس استسلموا، لا صبرنا. انتو الظروف اللي احنا قاعدين فوق ده هسا الحياة صعبة، المعيشة صعبة، ما في دقيق، ما في ملة، ما في مهاية، المهي لو جزار ما بيتم، ما في سكول، ما في كلينيك، ما في حبوب بتاع ملاريا. نحن ما نستسلم، نصبر الوقت نحن دايرين نستسلم. ظروف ذاته، ظروف ذاته هو عنده ظروف ذاته، عنده ظروف حقه دايرين سيف ذاته. الظروف ذاته بنسيف بعد شويه، بنسيف بعد شويه. كون انه زول عجوز زي تاباندين في عمره يقول لسه انه طموح يجي للفصل عشان يجي للعلم. طبعا العلم انا جاي نجي نشيله مع اولادي وبناتي ده ما له توظيف، انا ما في زول بوظيفني سنه في شركه حقه. حتى لو بجيب بي اي دي هولدر ما في زول بيشيلني للتوظيف، لان عمري خلاص فات، انا في معاش كويس. لكن انا لسه داير علم ليه؟ عشان انا اقدر افهم الدنيا. So that I also present my opinion بطريقة علمية، بطريقة بقدر بس هنبوه في البلد الحبيب ده. واحدة من الصبر أنه نحن صابرين. You can see هذا مثلا كلام أنا قاعد أقوله ده نظريا بتاع جون جرن ده ما كذب، نظرية صح. هذا نزبور بور الجنوبية، خلينا نتكلم بور الجنوبية، ما بكلم متانا كلام شارع، ما بدا بور بتاعت المقاطع البور الجنوبية تاني في كلام شارع بقى خلاص بقى موضوع تبقى بكلم في حاجات تانية كويس. حياته ماسة خلاص بقى تتغير. المنقلة برضو ناس تركيكا برضو سيمتين تركيكا تاني خلاص ما بكلم متانا شارع كويس. ده هي المشة بتاعت الظروف ده ماشي. المضوب عشان نقدر نحاسب الرئيس البكير مع حكومته نديه سلام، خليه يكون في استقرار. لما يكون في استقرار
حاجات بكون كفايه. لما ما يكون في استقرار لو ما في امن وما في سلام، المجرمين البسيطين بيجي من يكمو حقنا نحن الناس الكتار ديل الكويسين ديل مجرمين warlords the so called warlords. لو ما في استقلال ما في سلام لو ما في warlords ما هيدو فرصة دار لسلف كير. هيقول رئيس الجمهورية شنو؟ بمشي بشيل عقب في سكيي، بمشي بشيل عقب في سكة بتاع توريد وهكذا. نحن لازم نجيب السلام وكل زلدو هيت بتاعه في سلام. أنا قبل أيام برضو مشيت في نسيتو ماشي نشوف كهرباء، أنا بقيت بوقف الأربع جاي من توريد، بقيت بسألهم يا جماعة أنتوا أصلا جايين سكة كيف؟ سكة تمام ولا يزول كبير. أها أنت عندك كم ساعة في سكة؟ في تانين قالوا 1.5 hour من جبل توريد، في تانين بيقولوا ساعتين. ده بس قرب الروت لسه ما فوق زلط. لما توريد يكون زلط يمكن هيكون أقرب زي ما بورا سبيل القريب. أنا من هنا دير أقول لكم أنا سميت كلام المسرح. المسرح ده أنا بشيله لما أنا جاي فوق. المسرح ده بشيله لما أنا جاي فوق. حاجات بتاع جامعة جوبا هاي بزول مع بروفيسور أبرود. كويس؟ كلام بتاع المسرح وحاجات بتاع بفضل المال. لكن المسرح الكبير ده أنا بشيله لما أنا جاي فوق. أه؟ مركز شباب أنا بشيله معي. أنا بشيله معي. بشيله لألبينو بول وبشيله لنادي أوروبا المسرح. ذن بعدك نمشي لسلفا كير وبعدك نمشي لمجلس الوزراء. Let me stop here. أنا مرتين أخرى. مبقول مبروك علينا للأصدقاء بتاع ديريك ألفريد لأسرته. مبروك علينا للحفل الكبير إن شاء الله. الحفلات الجاية برضو المساهمة حقنا هيكون برضو موجود. وشكرا جزيلا. شكرا كثير سعادة نائب رئيس الجمهورية لقطاع البنية التحتية جنرال تابان دينغاي للكلمة اللي قدمتها لنا. وشكرا كمان برضو من وجودك معنا في مهرجان ديريك الثقافي.